السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شيء حاب اذكركم في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عندما سئل عن افضل الصدقه فاجاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصدقه سقي الماء. باختصار التطبيق هذا اسمه سقى، فكره انه تطلب كميه من الماء يوصلها لاحد المساجد. باختصار نروح للاب ستور نكتب سقى، ايضا التطبيق متوفر في الجوجل ماركت تحت نفس الاسم، نكتب على سقى يطلع لنا اول تطبيق. هادخل على التطبيق، بعد ما احمله تطلع لنا واجهه التطبيق. واجهة التطبيق فيها أكثر من أيقونة، فيها سقيا، فيها الحجز، فيها الطلب السريع، فيها الجالونات. الحجز والطلب السريع والجالونات هذه خاصة فيك إذا حاب أنك تطلب للبيت. الخدمة اللي أتكلم عنها تندرج تحت سقيا. أضغط على السقيا راح يحدد لي أقرب المساجد بناء على الموقع اللي أنا موجود فيه حاليا. حسب الموقع اللي أنا موجود فيه حاليا راح يطلع لي المسجد اللي هو أقرب مسجد لي اسمه الزاحم. طبعا أقدر أختار من المساجد الأخرى. أضغط على اختيار المسجد تطلع لي الشركات اللي توفر الموية عن طريق التطبيق هذا. بعد مقارنة بسيطة لاحظت انه ينابيع الريان هي ارخص موية موجودة، راح اضغط عليها. تجيني الان صفحة تبين الاحجام المتوفرة في حجم 200 ملي في حجم 330 ملي. 200 ملي اللي هو في البقالة ينباع بربع ريال، 330 ملي ينباع في البقالات بنص ريال. اقل كمية للطلب اللي هي 20 كرتون، راح اختار مثلا اللي بنص ريال 320 كرتون. عن طريق زر الموجب أزيد العدد، راح يطلع لي مباشرة سعره 210 ريال ورسوم التوصيل مجانا. أضغط التالي راح يجيب لي الوقت المناسب للتوصيل، اليوم أول شيء أختار اليوم، بعدين أختار أي صلاة راح أصليها، ناوي أصليها بنفس المسجد اللي راح أوصل له الموية، مثلا أختار بعد صلاة العشاء. راح أضغط على إرسال الطلب، يجيني هنا وصف أقرب معلم إذا كان المسجد مواضح مو على شارع عام أو شيء زي كذا. الثاني يجيني طريقة الدفع اللي هي نقدا أو محفظتي، محفظتي تشحن المحفظة عن طريق الفيزا، ونقدا تروح تصلي بعد الصلاة تدي العامل الفلوس. لو حطيت تأكيد راح يجيني أنه سيتم توصيل طلبكم يوم الاثنين بعد صلاة العشاء. التطبيق جدا فكرته مميزة، يسهل الصدقة خصوصا رمضان على الأبواب، رمضان في عز الصيف، فأعتقد أن التطبيق هذا فكرته جدا جميلة وأيضا يسهل الصدقة بالنسبة للنساء.